أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التعليم الإلكتروني هو تقديم برامج التعليم أو التدريب باعتماد الوسائل الإلكترونية، وينطوي هذا النوع من التعليم على استخدام جهاز إلكتروني كالكمبيوتر أو الهواتف المحمولة على سبيل المثال للحصر. صحيح، وقد برزت في الأونة الأخيرة حول العالم مجموعة من الجامعات المتخصصة فقط بالتعليم الإلكتروني، ومن بينها جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية التي تشهد منذ نشأتها إقبالا متزايدا من قبل طالبي العلم. الأستاذة نادية كمالي مديرة إدارة تطوير الأعمال في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية هي ضيفتنا اليوم لتحدثنا عن هذه الجامعة بشكل أوسع. أهلا بك أستاذة نادية. صباح الخير. صباح النور وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. يا مرحبا. بدأنا الحديث عن هذه الجامعة، جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، تعطينا نبذة عن هذه الجامعة. في البداية نيابة عن أسرة جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، نهني أبنائنا وبناتنا الخريجين الثانوية العامة لهذا العام. نعم. ونتمنى لهم مزيد إن شاء الله من النجاح والتوفيق في المرحلة الجامعية المقبلة. نعم. طبعا افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية الجامعة رسميا في الأول من فبراير 2009، وهي تعد مثل ما تفضلت من أوائل الجامعات الإلكترونية المعتمدة جميع برامجها الأكاديمية قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا نحن لنا شرف السبق والريادة أن نحن متخصصين في التعلم عن بعد، وهذا الشيء على مستوى الشرق الأوسط، ونعد من الأوائل. طبعا الجامعة فيها ثلاث كليات: كلية الإلكترونية لدارة الأعمال والجودة، الكلية التعليم الإلكتروني، كلية الإلكترونية دراسات الصحية والبيئية، والبرامج الأكاديمية اللي نحن منحها اللي هي البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، بالإضافة لتركيزنا لتطوير قطاع المجتمع من خلال برامج مهنية متخصصة في المجالات اللي الهامة واللي هي نحن نتميز فيها في مجال الجودة الشاملة والتعلم الإلكتروني. طيب شو يميز جامعتكم عن الجامعات الإلكترونية الأخرى؟ اللي يميز صراحة في يعني كثير من الأشياء اللي ممكن نحن نذكرها، لكن الشيء اللي يميز جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية عن غيرها باقي الجامعات، أول شيء إن نحن نقدم نموذج التعليم اللي نحن نقدمه التعلم عن بعد. هذا الشيء نحن متخصصين وشيء نحن متميزين في المنطقة. بالتأكيد هناك ربما تنافس ما بينكم وبين الجامعات الثانية بالنسبة للتقنية المستخدمة في هذا. طبعا البيئة التقنية اللي احنا نستخدمها هي بيئة فريدة من نوعها، ودائما هناك جامعة نحن على فكرة نكمل الجامعات، وانا دائما نخلق نوع من الدعم يعني مع زملائنا يعني زملائنا الاكاديميين او الجامعات المنافسه مثل ما تفضلت. لكن ولله الحمد نحن دائما هناك جامعات كونهم يعرفون نحن المتميزين في المنطقه ونلنا السبق والرياده، دائما نحن الباب مفتوح لاي استشاره او اي اطلاع للأشياء اللي حتى وصلنا إليها حديثا. نموذج التعلم مدى الحياة هذا النموذج فريد من نوعه، يعني على سبيل المثال نحن نقدم التعليم في باقة مختلفة عن باقي الجامعات، بمعنى أي دارس يرغب في التطوير يرغب في تقوية مهاراته هناك برامج متخصصة لهذا الجانب، سواء كان موظف دارس، وأيضا هناك أيضا نسبة كبيرة من الدارسين يرغبون في يترقون أن يكونون باحثين في المستقبل. أيضا نقدم نموذج من أول البكالوريوس لين الماجستير والدكتوراه، أيضا مركزين على القطاعات التنموية المستمرة اللي هي مثلا نحن نقدم كمان برامج متخصصة على مستوى القياديين. يعني بشكل عام نحن ممكن يعني مو متخصصين في مجال واحد، بس نحن ملمين ان نحن نقدم للمجتمع كل فرص التعليم. البنية التحتية اللي عندنا بنية قوية جدا، يعني على سبيل المثال لو شرفتونا بزيارة بجامعة حمدان وكنتم مثلا ان شاء الله في المستقبل من الدارسين بتشوفون وين مكانها في مدينة دبي الأكاديمية، ونحن انتقلنا المبنى حديث من فترة بسيطة. اللي يميز الدراسة ان تخيل حضراتك تكون تدرس في خلال الشاشة الافتراضية، تكون أيضا مع طلبة ودارسين من مختلف الجنسيات. طريقة التعليم عنا والتوجيه والإرشاد الإلكتروني يعني كأنه هي مثل تقليدي بالضبط، يعني مثل النظام التقليدي كأنك أنت في تدرس، بس هي تختلف أنها هي شاشة إلكترونية. جميل.
طيب عرفنا مميزات الجامعة ومكانها، ضايل نعرف كيف ممكن الطلاب يسجلوا. طبعا نحن حاليا بما أننا طلعت نتائج الثانوية العامة، أن أدعو السادة المشاهدين وأخص بالذكر أولياء الأمور وأخواننا وأخواتنا أن يزورون الجامعة سواء من موقعها الإلكتروني، ممكن يقدمون طلباتهم إلكترونيا من خلال تقدم طلب بطلبك الآن. نحن أيضا من الأنشطة، نحن على فكرة خلية نحل وشغالين دائما لله الحمد. فأيضا نحن ياسين أيضا عاملين برامج خاصة لإرشاد مثل أيام مفتوحة أو يوم مفتوح، ندعو فيها السادة المشاهدين بزيارة الجامعة على أساس يقعدون مع المتخصصين من الأكاديميين والمرشدين. نعطيهم فكرة عن البرامج، وهي بتكون في شهر يوليو وفي شهر 8 وأيضا في شهر سبتمبر. أيضا من خلال الموقع ممكن الواحد يقدم ويتعرف على جميع البرامج. شكرا. الحمد لله، نشكرك أستاذة نادي كمالي مدير ذات تطوير الأعمال في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية. شكرا لحضوركم، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا، موفقين إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية.